هلا أنا شفت اللي عملته، يعني أحسن من قبل، أنا شايف إنه عم تتحسن. هلا اليوم أنا عندي رغبة إنه نشتغل على بورتريهات لأشخاص بيعنولكم. يعني نحن أحرار باختيار الموضوع؟ قصدي الشخص اللي بدنا نعمل له البورتري؟ هلا تعالوا نصعب الأمور على بعض شوي. شو رأيكم نختار موضوعات البورتريهات من أشخاص بيناتنا؟ يعني كل واحد يفكر يرسم زميل له. عفوا دكتور، على أي أساس رح نختار وكيف رح تزبط؟ هلا الاختيار مو شرط يكون إنه هذا الزميل صديق أو حبيب أو مقبول، لا لا لا، ممكن يكون بسبب شخصيته. يعني في تيمة هيك لامست شيء عندكم فقررتوا ترسموا. على كل الأحوال أنا ما بستغرب إنك هيك عم تسألي، لأنه أكثر حدا رح يفكروا يرسموه هو أنت بعتقد. طيب أنا رح أنتظر إنه تلاقوا بعض، إنه تختاروا بعض، حاولوا تلاقوا شيء مهم ببعض ترسموه، وإذا ما لقيتوا بعض كما هو متوقع يعني فأنا الأسبوع الجاي بيجي وبحاول لاقي لكم حلول. يعني ممكن أنا أختار الزملاء لبعض حسب وجهة نظر يعني. أوكي؟ أوكي. في أي سؤال؟ في أي شيء؟ أي استفسار؟ سلام. راما، سارة، سامي، رفيق، غسان، كله تمام؟ شباب حطوا الاكياج هنيك. يلا يعطيكم العافية. علينا بي. علينا يا بي. شو بشرب شاي؟ يا بي أنا جاي استسمحك وقول لك ما تزعل مني. أنا بعرف إنه لازم أكون هون معك عم بشتغل، بس ما بعرف كيف بدي أقول لك ياها. ما بقدر على هذا الشغل. مالي مختزي لا والله، بس في شي جواتي بخليني أحس إني رح موت إذا بشتغل هالشغلة. لا تقل القصة على حالك. بالأول أنا زعلت منك مزبوط، بس لما حسبتها منيح قلت لحالي خليك تدور على مستقبلك محل تاني. ليش لا؟ بكرة لما تصير مساعد أول بالشرطة أكيد أحسن لك من أنك تكون خضرجي أو بتشتغل بتجارة الزبالة. أنا زعلان من حالي. أنا اللي بعرف قديش تعبت وكديت لحتى ساويتني طولك. آخر شيء لما أجيت أنت اعتزتني أنا خزلتك. روح جرب أبي ولا تخاف من شيء. بعدين راضي أمك زعلان كتير، مكسور خاطرة. ايه ايمتى راح تروح على الدورة؟ يعني كمان شي 3 أيام. ايه منيح، معناتها فيك تاخدها مشوار هي وجميلة. خذهم على شي مول، خليهم يشتروا شوية اغراض، وانت اشتري كل شي لازمك وغديهم. ابي غديهم، شو رأيك؟ تكرم عيونك بجواد من عيوني. هلا بس ارجع البيت بعطيك المصاري. ماشي اتفقنا. معناتها انا رح روح عشان ما تخاف. بدك شو؟ على راحتك. خاطرك بي. الله معك. يعطيك العافية. يعطيك العافيه ابو صافي. اهلا استاذ عادل. اهلا. شلونك؟ تمام. كيفك انت؟ تفضل. شو خلصتوا تسجيل؟ يعني تقريبا، بس باقي حلقتين بدنا نسجلهم بعد الظهر.
بتعرف من شوي كنت انا على مدير الاذاعه طلب مني مسلسل تاريخي. مبروك. الله يبارك فيك، بس انا مالي بالتاريخي، انا كل شغلي اعمال معاصره. لا انت قدها وقدود. بعتقد ليك استاذي، اذا لزمك اي شيء بالتدقيق اللغوي او حتى بالكتابه والمقارنات انا جاهز. تسلم، الحقيقه انا عم فكر اكثر من هيك، شو رايك نتساعد كتابه النص؟ ايه شو علي؟ ممكن. تحياتي. اهلا اهلا اهلا. كيف استاذ؟ اهلا اهلا بيك. اهلا وسهلا. كيف الصحه؟ الاستاذ عادل كاتب اذاعي، الاستاذ سامي زميلنا بالشغل واستلم الاداره بعد ما انا تركت فيه. يعني تفضل تقعد. تشرفنا استاذ عادل. تشرفنا فيك كمان. الله يخليك. لك عم بستأذن أنا منكم؟ الله معك. نحكي بحكيك المسوم، نحكي بالموضوع. ماشي، الله معك. الله معك أستاذ، الله معك. يا سامي، حكي لي، شغلت لي بالي بتليفونك شو؟ أنا آسف إني وترتك، بس من المرة بدي أتصل فيك وكنت متردد. قلت لحالي لازم خبرك قبل ما يطلبوك وتتفاجأ بالسيرة. ليش مين بده يطلبني؟ المفتشين أستاذ. شو بده المفتشين؟ في أوامر صرف من الفترة اللي كنت بكلف فيها بدائرة الحسابات مفقودين ومو عم يلاقوهم. بس هذا الحكي من 7 سنين ومدة التكليف كلها كانت 2 شهر بس. اليوم أو بكرة بدي يتصلوا فيك ويطلبوا يشوفوك، فقلت لحالي لازم خبرك لنعرف شو لازم نساوي. تعرف لك سامي، أنا مستغرب من هذا الموضوع. أكيد في شيء مبريء. بعدين لك أخي، أنت بتعرف قديش أنا نظامي بشغلي؟ أنا يلي بعرف أستاذ، وبيني وبينك في حدا وراء الموضوع. شو علي، أنا بكرة بنزل على الدائرة عندهم وشوف شو بدهم مفتشين، شوف شو القصة. طيب لك شو صار معك؟ دوختيني، زبتي ايدك. ايه حبيبي شايفني؟ ايه هيك منيح، هيك منيح. اشتقت لك يا بنت. وانا اشتقت لك حبيبي. طمني عنك، شلونك؟ ما رح صير منيح حتى تجي لعندي لهون. على كل أنا حكيت مع الحجي مشان ينهي لي موضوع هديل. ايه وشو قال لك؟ هلا نحن مو متعطلين موضوع هديل، أنت شو صار معك؟ يا لطيف يا نادر، شو صاير فيني؟ يعني أنا لما كنت عم فكر بالطلاق ما كنت متوقعة إنه يصير فيني هيك مع أهلي. ما بتصدق شو عم يعاملوني معاملة سيئة ويضايقوني بالحكي. أخي اتصل بزهير مشان يحاول يرجعنا. قام زهير ما رضي يتواصل معه. ولهلأ كل يوم أخي، كل يوم كل يوم مجنني، بده يعرف شو السبب يلي خلانا ننفصل وزهير ما عم يرد عليه مشانه. إيه وشو صار بعدين؟ ما صار شيء، بيهدى كم يوم وبيرجع بيفور. يعني هديك المرة لولا أمي كان مد إيده علي وضربني. يا لطيف، لهالدرجة؟ إيه والله وأكتر. لك هو مو مشان مصلحتي وهالحكي الفاضي اللي بيحكيه قدام أمي، بس هو كان طالب من زهير كذا قصة يعمل له يعني، ولما صارت قصتنا زهير ما عاد رد عليه، قام جن بزيادة. والله ما بعرف شو بدي قلك، يمكن هو خايف إنه عاد بوشه وكلفه مصروفي. وانتي ما فيك تجيبي سيرتي هلأ ما هيك؟ أعوذ بالله، والله بيقتلني إذا بيعرف إنه القصة مشانك. على كل بدك تطولي بالك لبين ما تخلص العدة، المهم تحطي أمك بالصورة مشان تكون من صفنا. إيه أكيد مو غلط، أصلاً أمي الوحيدة يلي متقبلة فكرة طلاقي، لأنه بتعرفني قديش كنت مبسوطة معه. بس بتعرف الكبارية بيضلوا بيقولوا جواز سترة وما حدا مبسوط بهالدنيا كلها، شو بدنا نعمل؟ معناتها يا ستي عن قريب بستر عليكي بريحهم منك. يا غليظ، أنا الحق علي اللي عم بحكي لك مشاكلي وهمومي. شو بنا لغادة عم بمزح معك؟ بصير؟ بلا بيصير. اشتقت لك. أنا كمان. تفضل. كيفك؟ تمام. مشغول شيء؟ تفضل. هلا كنت عم بقرا ايميل بعث لي اياه فارس، قال في ملف جديد بدنا نشتغل عليه، فقال لي انه التفاصيل عندك.
لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.